أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن العلاقات البحرينية السعودية التاريخية والمتطورة تشكل نموذجا رائدا للعلاقات الأخوية المشتركة الراسخة والإستراتيجية في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، مشيرا معاليه ان زيارة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الى مملكة البحرين والتشرف بلقاء جلالة الملك المعظم وعقد جلسة مباحثات رسمية والتوقيع على مذكرة التفاهم الثنائية ولقاء معالي مجلس الشورى تؤكد عمق العلاقات الرفيعة والحرص المشترك على دعم التعاون الثنائي المتواصل لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين جاء ذلك خلال مغادره معالي رئيس مجلس الشورى السعودي البلاد اليوم وكان في مقدمه مودعي معالي رئيس مجلس النواب